بالنسبة برضو لمسألة العادة الشهرية أو الحيض، إن حضرتك متوسط الحيض بتاعك من 6 ل 10 أيام، وده أقصى الحيض عند الحنفية 10 أيام، ده قول السادة الحنفية، أقصى مدة للحيض عندهم 10 أيام. طيب أنا ده الوقت بتاعي، الفترة الزمنية اللي الدورة بتجيلك أنت فيها، لأنها بتختلف من امرأة إلى أخرى، ممكن واحدة 5 أيام، ممكن واحدة 6 أيام، ممكن واحدة 10 أيام، أقل أكثر وهكذا. وكان المفترض أقل أو أكثر من 5 أو 6 إلى أن نصل إلى أقصى الحيض كما هو قول السادة الحنفية 10 أيام. فما كانش ينبغي على حضرتك التعجل في مسألة الاغتسال قبل التيقن من ارتفاع الحيض صاحبة السؤال، لأنك ما زلتي في وقت الإمكان، اللي هو وقت إمكان نزول الحيض عليك صاحبة السؤال. يبقى المفروض نزل، يبقى أنا بغتسل، لأنه في زمن الإمكان بتاعك، في زمن الوقوع الحيض، يبقى أنا بغتسل تاني. وليه التطهر يا ست أم يحيى؟